مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي. اليوم راح أحكي لكم عن موضوع الحضن وأهميته، يعني بالنسبة لحياتنا وبالنسبة كمان بفك الصدمات. هلأ، مسألة الاحتضان شغلة كتير مهمة بالنسبة لنا إحنا كبشر، لأنها بتعني كتير أمور بالنسبة للشخص، يعني خاصة يعني من الطفولة أنا عم بحكي لحتى نكبر. أولا إحنا كائنات اجتماعية، فبالتالي يعني ما في حدا بيعيش لحاله، احنا بحاجة لانه نعيش مع مجموعات، مع الأسرة، مع العائلة، مع العائلة الممتدة والأصدقاء و فبالتالي التفاعل الاجتماعي هو موضوع جدا مهم بالنسبة لنا، وجزء من هذا التفاعل هو يعني التفاعل الجسدي. فالحضن هو فيه نوع من التفاعل الجسدي بيننا وبين الآخرين، لانه فيه هذا اللمس، فيه هاي الطاقة اللي احنا بناخدها وبنعطيها بأثناء عملية الحضن. يعني لما بنحتضن طفل احنا مو بس احنا اللي عم نعطيه حب وحنان او اهتمام، كمان هو من عنده عم تطلع طاقة كمان فيها حب وفيها مشاعر كتير قوية، طاقة جدا ايجابية احنا كمان عم نستقبلها لما نكون حاضنينه. فهي عملية عم تروح باتجاهين، يعني الشخصين اللي عم يحضنوا بعض، وهذا النوع من التبادل الطاقي، التبادل المشاعر بهاي بطريقة اللمس والحضن كتير مهمة لكتير أمور. يعني بالنسبة للطفل أولا يعني هي بتحسسه بالحب، بالاهتمام، بتحسسه بالأمان، بهذا الدفء اللي حتى يعني الجسدي بحس فيه لما بيكون بحضن الأم أو الأب، بحس يعني حتى الأنفاس يعني بصير بحس فيها، ممكن يسمع دقات القلب يحس فيها. فهذا النوع من القرب كتير بيطمن الطفل، كتير بيعطيه طاقة يعني يمكن كأنها طاقة حياة، مثل لما بيكون لما الطفل بيكون بالرحم بيكون حاسس بكل هذا النوع من الطاقة لأنه محمي بالرحم، فحاسس بطاقة الأم، حاسس بالحب تبعها. الحضن كأنه هو يعني رحم خارجي، لو نحتضن الطفل كأن احنا عم نرجعه لحالة الرحم بشكل أو بآخر. فلذلك يعني الأطفال اللي فعلا بيتم احتضانهم بشكل جيد وبحضور تام من الأم ومن الأب وعلى طول، فبكون في عندهم شعور أقوى بالأمان، شعور أقوى بالحب. ولما بيكون ما في هذا النوع من الاحتضان بيكون في نوع من المشاعر المضطربة عند الطفل، يعني بصير في نوع من الفقد لهاي المشاعر، بصير في شعور بعدم الأمان، بيحس إنه هو مش محبوب. هاي العلاقة أو الارتباط يعني مع الشخص الآخر اللي هو الأم أو الأب بصير فيها يعني نوع من البعد أو الجفا. هلأ اللي أنا بلاحظه كتير بالجلسات، يعني الأشخاص اللي بحاول أرجعهم مرات لمواقف جيدة أو إيجابية وهن بالطفولة، يعني لما بتذكروا الحضن تبع الأم أو تبع الأب، هذا الشيء فوراً بخليهم تفك الصدمة ويحسوا فعلاً بالحب أو بالاهتمام أو بالأمان مع الأب أو مع الأم. الأشخاص اللي بيكون الأم والأب عندهم ما موجود موضوع الحضن، يعني في كتير أشخاص ما كتير بيحضنوا أولادهم يعني بالصدفة حتى لما يكبروا، إلا إذا سافر أو إذا غاب يعني بس ليسلموا عليه. بس هذا الاحتضان بشكل يومي أو التعبير عن المشاعر بشكل يومي هذا منه موجود. فبصير عند الشخص نوع من الشعور بالحسرة، إنه في شعور حلو إيجابي هو كان بحاجة إنه يحس فيه من الطفولة ولحتى كبر، وهذا الشعور منه موجود. يعني حتى من فك الصدمة وهيك بس بضل في هذا النوع من الشعور إنه كان حابب يحس بهذا الشيء مع الأم أو مع الأب. هلا ممكن نتساءل شو هي الأسباب اللي تخلي الأشخاص يعني تمتنع عن إنه تحضن أطفالها أو تحضن الآخرين. هلا أول سبب هو عدم الثقة، يعني إذا عندهم مشاعر عدم ثقة بالآخر بالتالي ما بيقدروا إنه يحضنوا، لأنه عملية الاحتضان هي عملية تسليم كامل للطرف الآخر. لما يكون يعني الشخص عم يحتضننا فإحنا بحالة ضعف هون، مو ضعف فعليا بس هو ممكن يعني يتحكم فينا او يعمل اي شيء. فلما احنا بنثق فيه وبنحضنه وبنخليه يحضننا، هون في ثقه كامله بين الطرفين بعمليه الاحتضان. لما يكون في خوف، في عدم ثقه، فبتفضل الشخص انه هو يبعد، ما بده يحتضن اي حدا، ما بده حدا يقرب منه او يلمسه. هاي اكيد صدمه، يعني عدم الثقه بالاخر والخوف من الاخرين هي صدمه، فلذلك بيفضلوا انه يكونوا بعاد.
وأنا كتير مرات بشوفها عندي بالجلسات، يعني إنه بتقول لي مثلا العميلة أو العميل إنه الأم ما كانت كتير تحضن، أو حتى لما يحاولوا يقربوا منها كأطفال تباعدهم إنه بعده أو ما بتحبهم، شو هذا هيك يعني كأنه بأشعر بدنها من موضوع الحضن. هلأ في لها تفسير جسدي مرات بيكون هو الحساسية الزايدة لحاسة اللمس، يعني بكشوا منها لأنه في مستوى عتبة الإحساس عندهم بتكون جدا عالية، ما بتحمل إنه حدا يلمسها. بس حتى هذا الشعور الجسدي ممكن يكون له أصل نفسي اللي هو عدم الثقة، فبالتالي الجسم بيطور تقنية إنه يكون إحساسه عالي جدا باللمس أكثر من الأشخاص الآخرين، وبالتالي أي حدا بيلمسه فبيحس حاله إنه هو كأنه مهدد، فبيحاول يحمي حاله إنه الكل يبعد عنه، ما حدا يخترق هذا المجال تبعه، بيخلي فيه حواليه يعني مثل هالة أو مسافة بينه وبين الآخر لحتى يحمي نفسه. فبتلاقي الأم بتقولهم بعده ما حدا يقرب مني، أو إذا حتى لمسوها إنه ما بتكون مزعوجة، مو لأنه مو حابة الأطفال أو ما بتحن عليهم أو هذا، لا بس إنه عندها هذا الشعور بعدم الثقة، وبالتالي يعني بتتنرفز أو بتنزعج من أي لمس بيصير لها. اللي بصير كمان هو في أفكار اجتماعية مغلوطة، يعني مثلا إنه كثير بنشوفها مع الآباء، يعني بالذات إنه يعني الاحترام أو التقدير للأب أو إنه هيبته ومكانته إنه ما بيحضن، فبالتالي بيكون في هذا الحاجز أو هاي المسافة بينه وبين الأطفال. هلأ في فرق بين الاحترام والتقدير يعني للأب أو للأم، بينما إنه يكون في عاطفة، يعني الأب دوره مش بمجرد إنه ممول أو عم مسؤول عن الأسرة ماديا أو يأمن مستلزماتها، كمان في احتياج عاطفي مطلوب منه بالنسبة للأسرة وخاصة كمان للأطفال، فهن بحاجة لإنه يحضنهم، لإنه يلاعبهم، لإنه يلمسهم، يحسوا بهذا القرب من الأب، فهذا بيعطيهم شعور كتير قوي بالأمان وبالقوة الداخلية. هلا كمان مسألة عدم الثقة ممكن نلاحظها إذا أشخاص يعني بيحبوا يحتضنوا الحيوانات الأليفة مثلا قطة كلب أي شيء، بس ما بيحبوا يحتضنوا الناس، يعني فهذا دليل على إنه هن عندهم ثقة بالحيوانات بس ما عندهم ثقة بالناس، لأنه الحيوان يعني عاطفته لساتها فطرية، فإذا إحنا اهتمينا فيه كنا لطيفين معه فهو حيعطينا نفس المشاعر، ما حيأذينا أو يضايقنا، إنما بالنسبة للناس بيكون في عدم ثقة، لو عملناهم بشكل كويس فهن راح يأذونا، فلذلك بنحط هذا الحاجز بيننا وبينهم، ما بدنا لا يلمسونا ولا نلمسهم. فهذا الموضوع فعلا بحاجة لشغل، إنه إذا الشخص عنده هذا الخوف أو الرهبة من إنه موضوع الاحتضان إنه يحله، لأنه هون عم يفقد كتير كمية مشاعر إيجابية موجودة بعملية الاحتضان، يعني سواء احتضان الأطفال أو حتى مثلا الأزواج مع بعض، أو حتى إحنا يعني بيناتنا مثلا بالعلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، القرايب، لما بنشوف بعض بنحتضن بعض، بكون في تعبير كتير قوي عن المشاعر، يعني بهذا الحضن ما بيتعبر عنه بالكلام، يعني ما في كلمة بتعبر عن الشعور اللي إحنا بنحس فيه لما فعلا الجسدين بيلامسوا بعض، وهدول الطاقتين كأنهم بيتحدوا مع بعض بعملية الحضن، فهي بتكون طاقة كتير قوية وقريبة من بعضها، وبتخلي الشخص يعني بتشحنه بطاقة كتير إيجابية لبعدين. يعني احنا بنشوفه مرات بالأطفال، يعني الولد مثلا ممكن يوقع أو ينأذي يتألم، يجي بيركض لعند أمه إنه أنا موجوع أو تأذيت، يعني مجرد إن هي تحضنه تبوس محل الألم هيك بتلاقيه صار عم يضحك وبيرجع يلعب، هو فعليا ما راح الألم لساته، يعني مش لمسة سحر، بس هذا الطاقة اللي أخذها من الأم إنه في حب في اهتمام طبطبت عليه، بتلاقيه خلاص انشحن وقدر يتجاوز الألم اللي هو حاسس فيه جسديا، يعني من الوقعة أو من الجرح اللي انجرحه أو أي شيء، فخلاص بصير في عنده طاقة ويرجع بيكمل بيلعب وما عاد في عنده أي مشكلة. نفس الشيء برضو إذا مثلا مزعوج نفسيا من أي شيء، عنده مشكلة أو شيء مثلا عم يحكي لوالدته أو لوالده إنه عنده هاي المشكلة وهذا، فإذا الأم أو الأب يعني احتضنوا وطبطبوا عليه دعموه بكم كلمة معنوية، بتلاقي خلاص كأنه المشكلة ما عادت موجودة، فهذا النوع من التبادل الطاقي خلينا نقول إحنا كلياتنا بحاجة لإله،
وما لازم نتغاضى عن أهميته، وخصوصي بالنسبة للأطفال. يعني الأطفال كتير بحاجة، ذكور أو إناث الاثنين، يعني في كتير بفكروا إنه إذا حضننا الطفل الذكر الولد إنه هيك عم نخليه يطلع مايع، بيطلع بدون شخصية، بيطلع كأنه مؤنث. لا، الاثنين بحاجة إنه إحنا نعطيهم هذا الحب، نعطيهم هذا الحنان، يحسوا بهاي الطاقة، وبعدين بنوجههم كل واحد بالتوجيه الصحيح على حسب، يعني إذا بنت أو ولد، شو القدرات تبعتهم، شو الاهتمامات وشو المسؤوليات تبعتهم. بس العاطفة الطرفين بحاجة لإنه، بحاجة لإنه نعبر لهم عنها، وهن كمان يعبروا عن هاي العاطفة. فبتمنى إنه ننتبه لهاي النقطة مع الأطفال ومع الناس القريبين منا واللي بنحبهم. والعملية جدا سهلة، وبالعكس يعني الطرفين بيستفيدوا منها. يعني رح أذكر لكم شغلة أنا صارت معي من كام سنة مع بنتي. هي كتير، أنا كتير بحضن بناتي يعني، بس في صار بيوم من الأيام إنه كنت معصبة مزعوجة يعني، فما كانت طاقتي بأحسن أحوالها، وبنتي زعلانة وهيك. فعم بقول بدي، عم تقولي إنه بدي تحضنيني، يعني بدي عبوطة، بدي عبوطة. فأنا عم بقول له بس أروق بعمل لك عبوطة هالأمانة رايقة. فرد كتير فاجأني، قالت لي هلا إذا أنت عملتي لي عبوطة أنا وأنت رح نروق بنفس الوقت يعني. فعلا يعني أنا حضنتها وإحنا اتنين رقنا. فهي بفطرتها يعني وبعفويتها عرفت انه احنا عم نتبادل طاقة لما بنحضن بعض. لو كنا احنا اثنين مزعوجين بنهدى وبنقدر انه نخلي هاي الطاقة اللي كانت غير متزنة ترجع تتوازن. بحالات الفرح بتلاقينا انه بدنا نحضن اي حدا، لحتى لانه في طاقة كتير كبيرة داخلنا بالفرح، بدنا نحضن حدا لحتى هيك نشاركه بهاي الطاقة. نفس الشيء بحالات الحزن، بتلاقي انه لما بنحضن بعض بتلاقي هذا الالم ببلش يخف، لانه في طاقتين عم يتشاركوا بهذا الالم، عم يساعدوا بعض على انه يتجاوزوه. ف يعني هاي كانت فكرتي لليوم. بتمنى انه هيك تساعدكم بحياتكم وبتعاملكم مع اطفالكم ومع الناس اللي محاطين فيكم واللي بتحبون وبحبوكم. نهاركم سعيد.